صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى، آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعى مرسوم الرقم ثمانية وأربعين لسنه 2023 بتعيين مدير عام لبلديه المنطقه الجنوبيه بوزاره شؤون البلديات والزراعه وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد عيسى عبد الرحمن السيسي البوعينين مديرا عاما لبلديه المنطقه الجنوبيه بوزاره شؤون البلديات والزراعه